السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم إبراهيم النعيمي من قناة برامج أونلاين. اليوم سنتعلم كيفية إضافة زر الاشتراك الخاص بيوتيوب على مداونتك في بلوجر. ندخل إلى الرابط موضوع طبعا أسفل الفيديو، هذا الرابط. ندخل إلى الرابط، طبعا هذه الخيارات هي اللي راح تمكننا من صنع هذا الزر. الخيار الأول channel name or ID، هذا نحصل عليه من خلال الذهاب إلى الرابط التالي اللي هو account advanced في إعدادات قناتك، أيضا وضعت لكم إياه أسفل الفيديو. من هنا نبحث عن YouTube channel ID، المعرف الخاص بالقناة، هذا هو المعرف، نأخذه ونسخ ثم نضعه هنا. بعدها اللاي اوت، هو انه يظهر لك بهذه الطريقة، اما انه فقط زر الاشتراك وعدد المشتركين، او الفول هو يظهر لك اسم القناة ورمز التعبير للقناة إضافة إلى زر الاشتراك، يمكنك اختيار ما تريد منه. الثيم، السمة، الخلفية، أما الديفولت أما الدارك هو يكون يعني الخلفية تكون رمادية. أيضا السبسكرايبر كاونت، وهو يفيدنا بأنه نخفي عدد المشتركين للقناة، إذا نضغط هنا هيدن سيختفي عدد المشتركين في القناة. بعدها نذهب هنا، هذا الكود الخاص بنا، نأخذ الكود نسخ ثم نذهب إلى البلوجر التخطيط، بعدها نضغط على إضافة أداة ونبحث عن جافا سيكريت، إضافة جافا سيكريت. العنوان، هذا العنوان طبعا راح يظهر فوق زر الاشتراك، يعني مثلا نكتب اشترك في قناتنا على اليوتيوب. هنا في صندوق المحتوى نضيف الكود بس، أنا نضغط حفظ ثم حفظ الترتيب، بعدها عرض المدونة ثم تلاحظوا ظهر لنا زر الاشتراك في يوتيوب. إلى هنا انتهى درسنا لهذا اليوم، شكرا لمتابعتكم.